كلام المسيح. مشاهدي قناة الحياة، برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. كل عام وانتم بخير وسعادة وفي محبة ورعاية المسيح. بهنيكم بمناسبة عيد الميلاد المجيد. اولا خلوني اعتذر لانه الدنيا برد وشتاء، فلازم صوتي يكون متغير شوية وعندي شوية برد، فاحتملوني. لكن المهم صوت الله اللي هتسمعوه النهاردة مش صوتي، فسامحوني في دي. حلقتنا النهاردة بقى حلقة خاصة ومميزة لعدة أسباب. أولا هي حلقة مسجلة لأنه بمناسبة أجازة العيد، لكن أول سبب لتميز هذه الحلقة إنها الحلقة رقم 600 لبرنامج المرأة المسلمة. ده بالنسبة لي إنجاز في عمل الرب، ليس لصلاح فينا ولا أي حد من هم أمام الشاشة ولا خلف الشاشة، ولكن نعطي المجد كله للرب. أولا بشكره من أجل ثماره في هذا العمل، كل اللي شاركوني فيه، كل شركاء، ضيوف، عاملين إدارة، كل من صلى، كل من عضد هذا البرنامج، لأنه عمل الله والمجد كله والشكر كله يعود لي. ولكن شكر خاص ليكم أنتم كمان، أنتم متابعينا، أنتم كنتم معانا على مر 14 سنة من البركة، وأنتم بركة كبيرة لينا، وبنصلي من أجلكم دائما. ما تنسوش أنكم تصلوا من أجلنا أيضا. النقطة الثانية بقى، أو ليه البرنامج ده مهم بالنسبة لي النهاردة، هو موضوع الحلقة. موضوع الحلقة في آخر حلقة في عام 23، لأنها آخر حلقة في السنة وحلقة لعيد الميلاد. فأنا الحقيقة الرب وضع على قلبي بأنه يعني بقيادة روحية أن تكون حلقتنا النهاردة ممثلة لقلب ما قدمناه ليكم عبر السنين، ولكن لأهم حاجة في اللي احنا قدمناه، المسيح. الحلقة دي يمكن تكون أهم حلقاتي على الإطلاق، لأن مركزها ومحورها اللي هو سبب رجائنا وسلامنا يسوع المسيح فقط. أنا يعني بشعر بسعادة وامتنان أني أتكلم عن الرب طول الحلقات من غير ما أتكلم عن إسلاميات. لكن النهاردة بما أني قلت الحلقة دي هتمثل اللي قدمناه في سنين طويلة، فأنا النهاردة هتكلم عن لماذا المسيح وليس محمد. هتسمعوا عن محمد، ولكن في المقابل هتسمعوا عن عظمة المسيح. لماذا المسيح؟ ليه انت محتاج المسيح في حياتك؟ ليه انت محتاج المسيح يمتلك قلبك؟ كلنا بنعيش في العالم ده، وإحنا أحيانا كثيرة قلوبنا مليانة بالفراغ، الاحتياج، البحث عن الله، البحث عن المحبة، البحث عن إحنا اتخلقنا ليه. المسيح هو دائما الإجابة. لم أجد شخص قبل المسيح وعاشر المسيح وعاش مع المسيح وعاش في كلمات المسيح وكان له علاقة وطيدة بالمسيح ولم يكن فرحان حتى لو هو في عز الأزمات. فالمركز النهاردة ركز ليك وليا النهاردة، ليه المسيح وإزاي المسيح غير العالم واقعيا. ميلاد المسيح قسم التاريخ ما قبله وما بعده، فهو كمان رمز لأن المسيح يفصل في حياتك ما قبله وما بعده. وأنا أشهد لي عنده، لأنه الإنسانة اللي كانت قبل المسيح تختلف تماما عن الإنسانة اللي بتستمتع بالحياة مع إله محب، أب حنون، قريب، عادل أيضا وصالح أيضا وقدوس أيضا. الأمر مختلف. ليه مش محمد؟ لأنه إخفاقاته كثيرة، وده اللي تكلمنا عنه في كل الحلقات الستمية الماضية. فهناخد المثل ده
زي ما قلت أهم حاجة أنك تسمع ليه المسيح وإزاي المسيح هيأثر على حياتك بصفة شخصية. اسمع بصفة شخصية، اسمعي بصفة شخصية، دي رسالة خاصة من الله ليكم، إزاي ربنا يغيرك يديك سلام لم تعرفه من قبل في حياتك، إزاي تشعر وإنت في معيته وفي محضره في الحضرة الإلهية، إزاي تدخل وتخرج مختلف من محضره، كيف تراه فتقول النهاردة من اللي هنقدمه بسمع الأذن سمعت عنك والآن رأتك عيناي، تعيش معه حالة من الانبهار بكل ما هو يسوع، تنبهر بكل ما هو الله، فتنتقل من المنظور لغير المنظور. الحلقة اللي فاتت أنا اتكلمت يمكن بتفصيل أكتر لأنها مقدمة لحلقة النهاردة، فلو ما شفتش حلقة الأسبوع اللي فات ارجع شاهد الحلقة عشان تفهم أكتر إزاي الله عايز يتكلم في حياتك بصورة خاصة اليوم، إزاي تعيش بفكرة الله من هنا إلى لحظة إنك تعيش في اللامنظور لأنك معاه ولأنه معك. اللي أنا بقوله ده مش شعر ولا أحلام ولا كلمات من الخيال، لا دي حقيقة. في كل نقطة النهاردة هقدمها لكم عن المسيح وليس محمد هتجد فيها معنى خاص وفرصة جديدة عشان تعرفوا أكتر لماذا المسيح. أولا لشخصه لازم يكون أول حاجة لشخصه. مين هو المسيح؟ خلينا نشوف من الفكر الكتابي. هو من تحققت فيه نبوءات العهد القديم بوحي الروح القدس من أنبياء شعب الله اللي انتظروا المخلص. المسيح هو الله، المسيح هو ملك الملوك، المسيح أمور كثيرة جدا. لكن النهاردة أنا عايزاك تركز على النقطة اللي تركزت فيها نبوءات العهد القديم بالمئات عن مجيء المخلص اللي الشعب منتظره. اللي الشعب، لما بنقول شعب إسرائيل بنقول إنه شعب إسرائيل كان ممثل للإنسان المحتاج الخلاص، الإنسان اللي ما كانش عارف يمكن كل القصة لكن دائما يشعر إنه في شيء ناقص، وده النهاردة أنت أو أنتي. إذا كان ده لسان حالك اسمع عن المسيح المخلص ونشوف أول البشارات عن المسيح المخلص. البشارات والنبوءات ما كانتش فقط عن مجيئه بل من هو الآتي فعلا، مين اللي جاي ده. أشعياء النبي بيقول كده من مئات السنين قبل ميلاد المسيح. خلينا نشوف السلايد الأولاني، بيقول كده لأنه يولد لنا ونعطى ابنا وتكون الرياسة، يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. هذه البشارة مئات السنين قبل مجيء المسيح تحققت بالحرف. يولد لنا ابن اللي هو المسيح وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ليه هذه الآية مهمة؟ لأنه منذ البداية من مئات السنين قبل مجيء المسيح هو يتكلم عن الله الآتي في الجسد. المسيح هو الله الذي أخذ صورة إنسان علشان يكون في وسطنا معاك ومعاي. القصة ابتدت من زمان منذ البداية، خطة الله كانت منذ البداية، لكن البشارة بشرت بأن إله الكون جاي علشان يخلص. وعلى فكرة ده عبر الكتاب المقدس كله التأكيد على الرابط انه الله هو المخلص اللي ما فيش غيره، هنشوفه في تسلسل اللي هنتكلم فيه النهاردة. بيقول عليه
عجيبا لأنه كان غير عادي، كان غير العادي والمتوقع في كل شيء، ميلاده، حياته، تعاملاته، تعليمه، أفكاره، تعامله مع الناس، المعجزات اللي عملها، كان عجيب في كل شيء. بما أننا بنتكلم عن الميلاد النهاردة، فعلى الأقل ننظر إلى ميلاد المسيح من العذراء بدون زرع بشر، لأنه ابن الله الحي، غير كل ما كان في حياة المسيح كان غير متوقع على الإطلاق. بيقول كده في الآية، بيقول إنه كان مشيرا. افتكرت التلاميذ وهم قاعدين مع المسيح وهم بيقولوا له: يا رب إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. كلام الحياة الأبدية هو اللي كان بيملأ بقلوب الناس اللي حواليه، ما يشير إلى الله، ما يشير إلى محبة الله، ما يشير إلى إصلاح قلبك، ما يشير إلى تعلق عينيك بالله، هو ده كلام الحياة الأبدية. الإله الصالح هو كان قديرا، لأنه هو الله ولا يتغير، هو الله الظاهر في الجسد، القادر على كل شيء. النقطة دي مهمة جدا لكل أحبائنا المسلمين اللي بيسمعونا النهاردة. أنت فكرك بيقولك أنه الله لا يمكن أن يأتي في صورة بشر أو يتنازل ليأتي في صورة بشر، ولكنه يقدر. تقدر تقول ما يقدرش؟ لا، لأنه قدير، يقدر. فنقطة القدرة بتقولك في أول البشارات أنه يقدر أن يكون في وسطنا لأنه أحبنا، ولا يغير ذلك شيء في شخصه، لأنه الله الذي لا يتغير، ظاهر في الجسد أم لا، هو قادر على ذلك. الأب الأبدي ورئيس السلام، الأب الأبدي من العلامات المشبعة جدا لقلب المؤمنين. عندما نتكلم عن الله، لما سألوا المسيح: يا رب علمنا إزاي نصلي، قال لهم: عندما تصلي اعمل كذا وكذا، ولكن قل: يا أبانا الذي في السماوات. من أعطانا هذا الشرف إننا نكون أبناءه؟ هو إله الكون. فتقدر تربط بمقدار محبة الله الآب بمجيئه ليكون هو المخلص، تقدر تفهم، لأن الأب هو اللي يجري عشان يخلص ولاده حتى ولو كان التمن ألم لي. وهو أيضا رئيس السلام في عالم مليء بالشرور والفوضى والكراهية، في عالم يمتلك الشرير، يأتي رئيس السلام ليكون في قلبك، في قلبي، في حياتك، في حياتي، هو سلامنا في وسط العالم إلى أن نراه. مين اللي ممكن يوصف بكل ده عبر العصور ويثبت كل يوم حقيقة ما قال أو ما قيل عنه؟ مين اللي يقدر عبر 2000 سنة اللي ماضية على الأقل إنه يثبت نفسه إله في حياتك وفي حياتي وفي حياة بلايين الناس، مش إله تتكلم معه أو مش تتكلم معه، يعني مش إله تكلمه كده ترمي الكلام عنده وتجري، لا، إله يتعامل معك، بيرد عليك، بيغير حياتك، بيشفيك، بيصانع معجزات. مفيش حد عبر التاريخ ثبت عنه ده بشهادة بلايين البشر إلا شخص يسوع المسيح. من هو؟ هو الله، هو الله. ملاك الرب لما اتكلم مع يوسف، نشوف السلايد اللي بعد كده، كان بيذكره أيضا بنبوءة أخرى لإشعياء: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا.
من البداية كان لازم نعرف الله أعلن للبشر إنه أنا بنفسي معاكم. ما نقدرش نقول إنه ده يعني المسيح سمي يسوع مثلا، ولكن هو مين؟ هويته إيه؟ عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. الكلام ده اتقال ليوسف النجار حتى يعرف من سيخدم، اللي هو شكلا أبوه الأرضي، لا هو كان عارف أنه بشرطه بعمانوئيل كانت مسؤولية حياته. نقلة تانية في مشهد الميلاد، شهادة الرعاة اللي كانوا موجودين وقت ميلاد المسيح، شافوا الملائكة وسمعوا المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة، وإعلان أنه المسيح عمانوئيل أتى ليكون معنا. فكان في إعلان يشير إلى المخلص، وهذا المخلص هو الله بمنتهى الوضوح، هو عمانوئيل. المجوس أيضا، الملوك اللي جم يزوروا لما سمعوا عن ميلاد المسيح، أيا كانت الطريقة اللي خبروا بيها، ولكن حدث ميلاد المسيح حدث هز الكون. هيرودس عرف وخاف، مش كده؟ المجوس سافروا أميال يمشوا ورا النجم اللي ظهر، لأنهم عارفين إن ده نجم المخلص. الكون توقف لأن إله الكون قرر إنه يقترب مننا. حدث كبير غير التاريخ فعليا، ما قبل ميلاده وما بعد بطرق كتيرة. الله معنا هي هويته وليس اسمه فقط، لأنه شوف السلايد اللي بعد كده، هو الذي أخلى نفسه سائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. بإرادته أراد أن يكون معنا لأمور كثيرة. من بداية خلق آدم الكتاب المقدس بيعلمنا عن قلب الله للإنسان، وإن الله خلق الإنسان ليكون بينك وبين الله عشرة. بنسمع عن آدم يسير مع الله في الجنة، مش كده؟ بنسمع عن حديث مباشر بين الله وآدم وحواء. فكان الله قريب من الإنسان منذ البداية، فكونه النهاردة يجي في صورة المسيح علشان يكون في وسطنا، ده شيء مش عجيب، لأنه هو الله بكل قدراته وعظمته وصلاحه أحب أنه يكون معانا. أنا هقولها تاني، لأنه هو الله بكل صلاحه وعظمته وقدرته وجماله وعظمته أحب أنه يكون معانا، معاك ومعايا، ونحن ننظر لأنفسنا ونعلم أننا لا نستحق، ولكن هو رأى أنك تستحق محبته اللي بتغطيك علشان بتغطي خطاياك في دم المسيح. ليه بقى السؤال لا يصلح أن هذا الإله العظيم، الأب المحب، الملك السلام، عمانوئيل الله معنا، لماذا لا يصلح ان احنا نقارنه بمحمد؟ ليه؟ لان محمد، لماذا ليس محمد بقى؟ محمد باعترافه هو شخصيا هو بشر خاطئ، وهو ان انا الا بشر مثلكم، مش كده؟ ألفوا له قصص علشان يكون نبي العرب. انا كنت بفكر النهارده في موضوع نبي العرب ده، بقول يعني مين اللي اخترع موضوع نبي العرب ده؟ يعني كل الأنبياء جم من شعب بني إسرائيل،
مين اللي قال لا طب احنا برضو نفسنا في واحد يعني اشمعنى احنا؟ حد بقى وقتها طلع بكده. كلمناكم في حلقات كتيرة عن بداية محمد في موضوع النبوة. اتكلمنا عن خديجة اللي كانت بتتمنى انها تتجوز نبي العرب، واحد من جوازها يطلع نبي العرب، ده بقى اللي نفع معاه. حاولت مع اتنين طلعوا مش انبياء، وده بقى اللي مشي مع الامر. ليه بقى؟ لانه محمد كان يتعامل مع الشياطين بصورة مباشرة على طول الخط من البداية الى النهاية، وهو يتحدث عن وجود الشياطين حواليه، يتعامل معاهم، يتنططوا عليه، يتكلم معاهم، يرنوا له الجرس. الكلام ده موجود في الكتب الإسلامية، اتكلمنا عنه في مئات الحلقات. علشان يكون نبي العرب، ليه بقى يكون نبي العرب؟ لأنه كان ده لازم يحصل علشان في أغراض قبلية سياسية للقوة. وأيضا يعني احنا اتكلمنا عن انه محمد لم يكن الاول الذي حاول انه يقول انا نبي العرب. كان في انبياء ونبيات حاولوا ان هم يكونوا يعني انبياء كذبة ونبيات كاذبات برضو، زي مثلا ارجعوا شاهدوا حلقة مسيلمة الكذاب مثلا، لانه الدين مع العزوة مع الحرب مع المجاميع بيدي قوة للشخص ويدي قوة لقبيلته. علشان كده محمد لا يصلح، لأنه شخص كان عايش لنفسه لبناء مملكته هو شخصيا. لا يوجد بشر يصلح أنه يقارن بمن ترك السماء ليكون معنا، يعني مجازا مش كده؟ في حاجة وقفت عنها في قصة ميلاد محمد. احنا اتكلمنا عن قصة ميلاد المسيح، كم شاهد اتكلمت عنه، ده غير بقى القصص الكثيرة اللي احاطت بهذا الامر، غير سمعان، غير حنة، غير الناس اللي كانوا منتظرين وشافوه. سمعان لما قال له اطلق يا رب عبدك الان بسلام، لانه انا خلاص الطلبة اللي كانت عندي ان اشوف المخلص شفته. مين بقى شهد لمحمد؟ افتكرت قصة رويت عن ميلاده، فاللي هي بتقول انه كان لما امه ووالدته النور ملا المدينة وملأ عرش كسرى وكلام. فخليني بدل ما أقول لكم القصة دي حاجة الوحيدة اللي هقراها من الإسلاميات، لأنها مثل علشان تفهم إزاي بنيت قصة محمد، وإزاي هي يعني الكتب القديمة مليانة بالأساطير اللي كتبت عن محمد. مين اللي شاف؟ مين اللي سمع؟ ما عرفش. فاسمع القصة وإزاي محمد بقى هو اللي بيروي القصة. أنا كنت بدور على مين اللي روى القصة، نسيت إنه هو اللي روي القصة. مش بس كده، يعني من فمك أدينك، لأنه روى القصة بصورتين مختلفتين، هو نفسه عن نفسه. أوكي؟ فبيقول كده، في واحد بيقول يعني هل القصة عن إنه خرج نور منها وبلغ الشام، دي قصة حقيقية؟ فمن الإسلام سؤال وجواب بيقول كده، بيقول عن خالد بن معدان عن أصحاب الرسول إنهم قالوا يا رسول الله خبرنا عن نفسك، خبرنا عن نفسك يعني قول لنا عن نفسك، احكي لنا حكايتك، أوكي؟ نتعرف عليك أكتر لو سمحت. فقال لهم دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ده أنا يعني عارف كله يدل عن نفسه، دعوة أخي إبراهيم أبي إبراهيم وبشرى عيسى. ورأت أمي حين حملت بي كأنه يخرج منها نور أضاءت له قصور بصرة من أرض الشام. ده رواه ابن إسحاق بسند كذا وكذا،
وابن هشام وكل يعني حديث مؤكد وصالح وكده. روى الطبراني بقى ان النبي قال كده: ورأت امي في منامها انه خرج من بين رجليها سراج اضاءت له قصور الشام. ادي واحد. اوكي. وبعدين الحافظ بقى ابن حجر بيقول كده: فلما ولدت خرج منها نورا اضاء له البيت والدار، وشاهده حديث العرباد بن سارية قال: سمعت رسول الله يقول: إني عبد الله وخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأخبركم عن ذلك، إني دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين، وأن أم رسول الله رأت حين وضعته نورا أضاءت له قصور الشام. يعني الحديثين أو الثلاثة اللي قريتهم دول فيهم اختلاف. هو قال هي شافت حلم أضاءت له قصور الشام. وبعدين بيقول بقى في الحديث الآخر ده بقى إنها لما ولدت شافت النور، وإن النور أضاء إلى قصور الشام. فهي شافت ولا حلمت؟ والحديث روي محمد: من كذب مرة يكذب كثيرا. اوكي. لانه هو ده قصص محمد، اساطير مصممة لبناء مملكته. المسيح قال ايه على فكرة؟ مملكتي ليست من هذا العالم. العالم ده للشرير، واحنا لسنا من هذا العالم، لأن ده العالم بتاع الشرير. إحنا هنا للخير، للبركة، للمعونة، للنمو، للشهادة لإسم الله. أما محمد فهو إنسان كان يبني قصورا لنفسه. مين قال إنه أشرف الخلق؟ أنا عايز أعرف مين طلع بدعة إنه أشرف الخلق، على أي أساس؟ لأنه يقولك لأنه كان من أشرف قبيلة، وإنه كان من قبيلة كذا، وابن فلان وابن فلان وابن فلان. طب ما ابن عمته برضو من نفس القبيلة، ابن فلان وابن علان ومن نفس العيلة. ليه ده بالذات؟ ما الذي ميزه؟ أبو سفيان كان أكثر أخلاقا منه. الكثيرين كانوا أفضل أخلاقا منه، صحابته كانوا أفضل أخلاقا منه. لما قالوا له دول السبايا دول متجوزين، يعني ما ينفعش نعاشرهم، قال لهم لا ما يجراش حاجة. مش كده؟ مسلمين اليوم أفضل أخلاقا من محمد. الكثير من المسلمين اليوم لا يمكن أنه يتزوج طفلة، إن عارف أن ده غلط. أما محمد فأشرف خلق إلا ليه؟ ليه؟ ابن عمته من نفس العيلة، خليكم فاكرين دي. قصص مختلقة ولا شاهد عليها. لماذا ليس محمد؟ لأنه مجرد إنسان اخترع لنفسه قصة ليغير حاله من الفقر للغنى، ومن اللامكانة ليصبح قائد سياسي. هو مش قائد ديني حقيقة وواقعا. محمد كان موجود في الديانة سلبا، الناس بس بتقلد اللي هو بيعمله، ويقعد يهطرف كلمتين واللي يكتب بقى نصهم واللي يكتبهم واللي you know. هذا خرافة الوحي، شيء لم يحدث. لما يقول لك ان سوره نزلت 200 كذا وما فضلش منهم الا 70، محمد بنى لنفسه سلطان كما كانت عاده العرب، بالحرب والقوه وسيطره الدين هي بقى ايه اللي تطمس على الناس. لماذا المسيح مره تانيه؟ النقطه التانيه، لان حياته شهاده. عندما نقول أن المسيح كان يقول يصنع خيرا، المسيح
حياته كلها كان بيعيشها في وسط الناس، في وسط الخطاة، في وسط المرضى، في وسط المحتاجين، في وسط الجوعى روحيا، يشفي، يبارك، يناقش، يتحاور، يقدم محبة، يقدم صلاح، حتى في وسط الخطاة يلمس البرص فيشفو. عندما يجمل الكتاب إن المسيح كان يقول يصنع خيرا أينما وجد، كان هناك خير، كان هناك وعي روحي على الأقل. أما محمد فكان قاتل وسارق ومغتصب ومغتصب علشان كده نقدر نقول إيه؟ ليه مش محمد لكل ده؟ قاتل العديد من الناس وأيضا قاتل شعبه، لأن النهاردة الناس بيقتلوا بسبب المسلم، بيقتل المسلم بسبب الاختلافات اللي قدمها محمد والإجازات اللي قدمها محمد. الناس اللي بتقولك ما قتلش، لا قتل، زيه زي هذا الإله اللي بيقولك يد الله في فوق أيديهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ما أنت كمان يا محمد ما رميت إذ رميت، لو ما كنتش رميت سهل. لا، كان بيخرج في الحرب وبيحارب وكل حاجة، بس بيتحامى في وراء الجنود عشان يعيش، مش كده؟ سارق سوري سارق، نعم سرق أموال اليهود اللي حواليه والكثيرين أيضا، سرق أموال شعبه قبيلته، قطع الطرق، مغتصب، نعم نعم كل السبايا المغتصبات. عندما نتكلم عن صفية، نعم ده اغتصاب، محرض على العداوة. الكتاب بيعلمنا ان احنا يكون كل كلامنا سلام. لو ما كانش عندي كلمة محبة او سلام اقولها ما اتكلمش. ولكن محمد كان يحرض على العداوة. ونقطة فكرت فيها انه علم الناس ان هم يعتمدوا على العمل. وعندما يحسن محمد للفقراء اللي كانوا حواليه أو للناس اللي كانوا حواليه، حد فكر إن حسناته كانت خارجة من غزواته، من أموال الدماء، فعلم الشعوب المسلمة كداعش والقاعدة وحماس وكل دول، النهاردة كل ما يقومون به هي أموال دماء اللي بيستخدموه عشان يقتلوا الناس، واللي بيسرقوه من الناس وبيستخدموه تاني أموال دماء. محمد كان البداية لده. زي ما قلت، لماذا المسيح؟ لأنه أتى ليشفي النفس والروح والجسد. كان يشفي المرضى ويقيم الموتى، ويقول أن من قتل بالسيف بالسيف يقتل. لما بطرس قطع ودن الجندي، المسيح وهو عارف أن الجندي ده هياخده على طريق الصليب الآن، أخذ ودنه وشفاه وحذر أنه مش إحنا طريقنا طريق السيف، إحنا طريقنا طريق الشفاء، طريق الرجاء، طريق الخلاص. محمد أتى للأحياء وما كانش ليه ولا معجزة واحدة إلا بالتأليف بقى، عشان إيه؟ الناس يبتدوا يألفوا بقى حاجات فيقول لك انشق القمر وشفنا مش عارف إيه والشمس غربت في إيه والكلام ده كله، دي معجزاته بقى ولا معجزات إلهه؟ I don't know. لكن سمعت مؤخرا محاولة إطفاء شيوخ المسلمين على محمد يعني نوع من الإعجاز، فقال لك إنه لما
الجزع سمع الجزع يبكي، فراح واخده وراح الزرع الجزع كان ناشف وراح حطه في الأرض فزرع. يا إيه المعجزة العجيبة دي؟ ده لو كان ده حصل يعني، أولا سمع الجزع والجزع بيبكي وبيتكلم وكلام من ده، دي هما بيعتبروها معجزة. خرافة يعني، مش لاقي معجزة حقيقية يتكلم عنها فيخرف بقى، يقول لهم أنا سامع سامعين الشجرة دي بتعيط علشان أنا نقلت مش عارف إيه فبقيت بعيدة عنها. والنهاردة شيوخ المسلمين بيتخنوا الحاجات دي شوية. عمرو خالد وعظ 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 عن الخمس فرخات اللي كانوا عند محمد، ومحمد صلى عليهم زي الخمس خبزات والسمكتين. يعني تأليف لأنه لا يوجد أساس. المسيح يحيي الموتى، محمد يقتل الأحياء. المسيح صانع معجزات وعجائب ومحمد لا معجزة له. وحتى ما يقول المسلمين عن أن القرآن معجزته، اليوم أثبت لكم التاريخ والعلم واللغة وما نتكلم عنه من بدايات القرآن الغير متكامل الغير متواصل الغير اللي كان في إيديكم غير منقوط أصلا، تعلم أنه لا يمكن يكون معجزة لأنه مليء بالأخطاء العلمية والتاريخية واللغوية. ضحكوا علينا حقيقي، ضحكوا علينا وقالوا لنا أنه قال القرآن معجزة واللغة والكلام. مفيش. المسيح كان في حياته يعامل الناس بالمساواة، ستات ورجالة. محمد بقى كان بيعمل ايه؟ يقول لك انتوا زي اسنان المشط صحيح، لكن هناك عبد وهناك حر وهناك الرجل والمرأة، وده يقعد فين وده يتكلم وده ما يتكلمش، وده ده امكانياته ايه. محمد وضع البشر في طبقات وقال انه ازال الطبقات. عندما يتكلم عن الأفارقة ويتكلم عن سواد البشرة بألفاظ مهينة ويتبعه الملايين من الأفارقة اليوم ولا يعلموا ده، لكن ارجع وراجع الكتب المكتوبة عن هذا الشخص. الله لا يرى ذلك. خالق الكون عندما يخلق أبيض أسود رصاصي، يخلقك بأي لون، أنت خليقة الله وأنا خليقة الله، نتساوى أمامه في المحبة، في محبة الله. محمد لا يعلم معنى المساواة، لأنه بعد أن مات ترك لنا اليوم ميراث من الطبقية الدينية والثقافية والإنسانية إلى اليوم. المسيح تلاميذه كانوا رجال ونساء، مرسليه كانوا كذلك، محمد كان له أتباع وليس تلاميذ. في فرق بين التلميذ والتابع. التابع يجري في أذيال السيد، يقوم بما يريد السيد، مش مهم يفهم، لكن التلميذ يتغير كما المعلم يكون. زي ما المعلم بيديلك من قلبه ويعلمك ويفيض بكل معلوماته وحياته وتعضيده ليك، فأنت بتبقى شبهه، جزء منه. لكن التابع يمشي وهو مش فاهم. المسيح قال الأشياء التي أنا أعملها تعملون مثلها وأعظم منها. فوضعنا المسيح اللي قال أنتوا تلاميذي، أنتوا أبنائي، أنتوا فوضعنا المسيح في مكانة تقول لنا أنه أنا بديكم أفضل ما عندي اللي هتقدروا تقوموا بيه بأعمالكم لمجد اسم الله من أجل بناء الملكوت، زي اللي أنا بعمله ويمكن أكتر. يمكن أكتر ليه يا رب؟
لاني معاكم، فهنبقى انا وانت، مش هسيبك لوحدك لاني انا معكم. المسيح لم يمتلك شيء، بيقول ليس لابن الانسان اين يسند راسه، هو لا يمتلك شيء وهو مالك كل شيء وهو صانع كل شيء. محمد كان غني، كان غني غنى فاحش، أكذوبة رهن الدرع من يعني حد ألفها ليه بقى؟ عشان يحط بقى إيه صورة التواضع ومش عارف إيه ويجمل الصورة شوية. لكن ما هو مكتوب في الكتب عن غنى محمد الذي كان يسكب المال والذهب أمامه على حصيرة، غير بقى النساء والرجال والسبايا ومش عارف إيه. وجدي غنيم مطلع فيديو قريبا يقول لك لا لا لا، ده الرسول كان غني 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 قوي قوي. دول بيقولوا لكم الحقيقه صدقوني، هو فعلا كان غني لانه استغل الناس، لانه سرق اهله، لانه قتل قبائل حواليه. المسيح علم المحبه والسماحه، حياته دي شخصه. أحبوا أعداءكم، باركوا لعينيكم، اعطوا الثوب والرداء أيضا، اللي يطلب منكم الثوب ادوله الرداء أيضا. لنفهم إن العطاء يغير القلب ويبني تعاطف داخل الإنسان مع أخوه الإنسان، فتصبح وصية أحب قريبك كنفسك ممكنة وشافية ليا وليك ومغيرة ليا وليك. سؤال لأبناء المسيح اليوم، هل امتزجتم بتعاليم المسيح وبه هكذا؟ أم إن العالم بيجذبك إليه؟ لو ما كنتش ممتزج بالمسيح بهذا الشكل، لو ما كنتش قريب وتحت أقدام المسيح لتكون تلميذ، لتكون ابن، لتستمتع بمنوتك، لتستمتع بأبوته، لتأخذ المعونة من يده وحده، توب الآن، لأن الله عنده الكثير ليك. أطلب الآن، عندما يقول المسيح أطلبه تجده، مش يعني أطلب فلوس، أطلب فلوس برضو ما يجراش حاجة، أطلب احتياجك، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، لكن أطلب، أطلبني أنا الأول، اطلب المسيح الاول. يا رب عرفني ذاتك، عرفني شخصك، غيرني كما انت، قدسني كما انت. بصلي انه النهارده تسمع بالقلب، واليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. دي تعليمات تعاليم المسيح. محمد بقى علم اتباعه ان المحبه ضعف، والتنازل خسه، والغفران اصبح قضيه، لانه بقى حق الله. اغفر ازاي؟ انا هسامحك في حقي، طب اسيب لك حقي، بس حق ربنا ما يضيعش. فاصبح الله من خلال محمد طرف في الخناقه، حتى عندما يقنن الاسلام الفديه للقاتل، اذا او الديه للقاتل، المساله يعني تفرق خالص عن فكرة الغفران. لا يمكنك أن تقابل تقارن الدية بالغفران. أقول لك ما الدية يعني دليل عن أن هم غفروا له فقبلوا الدية، لا، هم بس قالوا احنا هنخسر أهلنا والفلوس، لا ناخد الفلوس أحسن، وممكن يكون حد مشفق فعلا، لكن ده مش غفران. الفرق بقى بين الغفران في المسيحية والإسلام إنه في المسيحية أنا مطلوب مني إني أغفر غفران حقيقي بالكامل من جوايا، لإني عارفة إن الخطية اللي قام بها هذا الشخص تمتلكه، فأنا عندي شفقة عليه، لإنه في يوم من الأيام ممكن غفراني ليه يخليه يشوف نظرة أخرى على المسيح، عن الله. كلمتكم في حلقة من الحلقات عن القاتل اللي قتل ستات كتيرة جدا، وقف في المحكمة وقال انا قتلت دول، يا فعلا ما هم ما كانوش مهمين عندي.
فوقفوا الأهالي كلهم يقولوا له أنت هتروح الجحيم، إحنا بنكرهك، إحنا أنت قتلت ابن بنتنا وهكذا. إلا واحد في الآخر وهو وشه كان يعني ما بيتحركش، بيبص لهم كده ولا حاجة، إلا في الآخر واحد وقف وقال له أنت صعبت عليا وصايا الله، الله طلب مني أغفر لك، أنت خدت أغلى حاجة عندي بس أنا هغفر لك لأنه هو أغلى حاجة عندي. والكلام كان كتير يعني بما معناه. أوكي. والأب بيتكلم عن غفرانه للي قتل بنته. لأول مرة الناس شافوا وشه بيتغير القاتل وابتدى يبكي. علشان كده، لأن لحظة التوبة عند الله لأي شخص، قاتل، زاني، كذاب، سفاح، أيا كنت، لحظة التوبة عند الله أهم، لأنه يستطيع أنه يصنعك، يجعلك بقى صناعة جديدة. بس المسيح اللي يقدر يعمل كده. أما في الإسلام فحقي وحقك بقى، وانت ايه حق ربنا ده مش عارف ايه. المسيح رفع قدر النساء في وقته ليعلن رؤية الله للمرأة والرجل على السواء. لما تعامل مع الممسوكة في الزنا، حتى الكتاب يقول الممسوكة في الزنا، يعني ايه دي anyway، عموما يعني تعامله معاها نظر إلى قلبها مش بس خطيتها، وقال لها تحبي التوبي، أنا مش هدينك، توبي يا بنتي. فأصبحت من تلاميذه، تغيرت بالكامل. السامرية المرأة يعني تحمل أفكار شعبها، تحمل مشاكلها الشخصية، معاناتها الشخصية، عندما يقف المسيح ليجعل من السامرية أول شاهد ومبشرة عنه، أول من بشر قرية السامرية. النساء عند القبر أول من تكلم معهم المسيح، أول من بشرهم الملاك، وأول من بشروا التلاميذ. محمد بقى عمل ايه عشان تعرف انه ليس محمد، لا يمكن يكون محمد، قتل المعترف والمعترفة بالزنا، اسكت النساء، سكت صوتهم، ما يتكلموش، ما يطلعوش، صوتك عورة، البسي مش عارف ايه، عودي في البيت. قنن ضربهم بقانون من عند الله وعمر، اخفى النساء بالحجاب بقانون من عند الله وعمر، اله هو طبعا مش إله الحقيقي. فعلم الرجال والنساء عفة الصورة وقذارة القلب، لأنه يبقى القلب في حالة شهوة إذا كان كل اللي بتعلمه أن الشكل اللي قدامي ده شهوة. فكرة الجهر بالمعصية والاعتراف بالخطية، محمد قال لك إيه، علم أنه يعني إيه، بلاش تجهر بالمعصية، يعني أنت لو كنت زنيت وما قلتش خلاص، يعني ده بينك وبين ربنا بقى، لكن لو قلت هتبحك، مش كده؟ الاعتراف بالخطية في الكتاب المقدس يعلم الإنسان المسؤولية الشخصية والروحية أمام الله، والكتاب يعلمنا إنه ليس خفي إلا ويستعلن. الحاجة اللي أنت بتحاول تخفيها في يوم من الأيام هتعلن بصورة ما، هتعلن. لكن كمان الله بيعلمنا إنه القلب التائب ربنا بيغطيه. الماضي بتاعك مش هيلحقك يعني، ولكن لازم القلب يكون تائب توبة حقيقية. فمحمد يقولك ما تجهرش، لكن الكتاب بيقولك لا، اعترف، اعترف عشان تنضف، اعترف عشان تتغير، وهكذا. ده الفرق بين تعاليم الجحيم وتعاليم السماء.
محمد قنن جريمة الختان وزواج الصغيرات لإرضاء شهواته وقمع النساء، حل الاستعباد ولم يحرمه خالص. فعشان نبقى عاقلين كده وفاهمين نفهم الحقيقة، إذا كان العتق للعبيد يخلصك من الذنوب فشراء العبيد هيستمر. الإسلام لم يحرم العبودية، أما المسيح فقد أرانا قيمة الإنسان لأنه أتى في صورة إنسان ليحيي الإنسان. المسيح وضع فكرة الناموس اللي تتحدى قدرة الإنسان على الصلاح، ووضحها لنا وخلانا نشوف من خلاله قانون الله في المحبة والغفران والعطاء. الناموس تحدي لأنك طول ما أنت قاعد بتحاول أنك يعني حتى الوصايا، لو خدت الوصايا العشرة لو مريت عليهم كلهم لا يمكن تكون ما عملتش واحدة منهم، استحالة استحالة. كلنا إن ما كناش عملنا كله يعني القتل دي شوية كبيرة، لكن الفكرة إنه إرادة الإنسان دائما في تحدي بين رغباتي اللي بتوقعني في الخطية وصلاح الله. فالمسيح قال من خلال المحبة والغفران والعطاء وإنك تتغير وإنك ترتقي. فيعني أما يقول من نظر إلى امرأة فاشتهاها، ده مش تصعيب، ده ارتقاء بإنك غير فكرك وفكر قلبك. المسألة مش في شكل الزنا ولكن في فكر الزنا، ولا يمكن انك تستطيع ده الا بالحياة مع الله، لانه المسيح علمنا اننا نستطيع كل شيء فيه. الكتاب بيقول استطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني، هو يقويني في ضعفي وقلة حيلتي وعدم قدرتي وخطيتي. محمد بقى راح عاد تبعيه تحت قوانين بشرية تعضد الشهوات وحب المال والنساء زي اللي هو عمله، أعاد فكرة الفوز بالجنة بأعمال الإنسان. لا يمكن للإنسان أن يقدم لله أي شيء يكون جزاؤه محضره، لأن الجنة اللي اتكلم عنها محمد ملهاش علاقة بيه الحضور أمام الله أو الجنة اللي بيتكلم عنها الله. استسلم لشهواته وقننها بالقرآن زي زينب مثلا، إن كان هو المثل استسلم لشهواته، فعلم الناس الاستسلام للخطية. لو كان إلهه حقيقي لما أقر خطيته، ولكن من نتكلم عنه هو الشيطان. هل غيرت كلمات القرآن كونه اشتهى حرام وكسر زواج ابنه وأزله؟ لا طبعا، ولكنه هو وإلهه فكر واحد للشهوة والخطية. احنا النهاردة بنواجه قوانين إسلامية لا إنسانية تسمح للأب أنه يتزوج بنته من الزنا لو اشتهاها، ويقولك أصل غير مستحب يعني بس جائز، ده بس المعاصرين. لأن الأصل إن ماء الزنا هدر، كلام لا يليق بالله أو تعليم الله، لذلك ليس محمد. أما المسيح هو الله الذي علمنا أن لكل منا قيمة عنده، وأنه يحصي شعر رأسك، وهو عنده حماية ومحبة وقيمة للإنسان. فليس هناك إنسان هدر يحيا تحت العار طول عمره. المسيح أتى ليعلمنا أننا لسنا من هذا العالم، وأننا ننتمي إليه، وإن العالم للشرير ولا يفصلنا عن العالم، ولكن ليوجه عيوننا إننا نحيا معاه وبه وفي انتظار ملكوت السماوات. من الآن نعيش بقلب وعقل سماوي مش أرضي. محمد وأتباعه وعدوا بجنة أرضية شهوانية جسدية مشوهة عن الله وفكرة الآخرة. أنت لا تشتري الجنة. عايز أكلمكم عن المسيح المخلص. المسيح
هو المخلص، جاء يعطي حياة ولم يعلم أبدا القتل، ولكن محمد فعل. اوكي. فكرة الخلاص من الخطايا وصلاح الإنسان. الخلاص من الخطايا لا يمكن إنها تكون من خلال صلاحك أنت كشخص أبدا. نشوف الآية اللي بعد كده، بيقول كده الكتاب إنه إحنا في هذا هي المحبة، ليس إننا نحن أحببنا الله، بل إنه هو أحبنا وأرسل ابنه كفارة لخطايانا، هو الكفارة الوحيدة. خلينا نشوف الآية اللي بعد كده. لأن الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله، متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. المسيح لم يتركنا يتامى، أعطانا الروح القدس لكي يعيننا على إن إحنا نحيا حياة بعينين المسيح. لماذا ليس محمد منتهى السرعة؟ لأنه ليس مخلص، لم يخلص نفسه ولا أتباعه، كان خائفا مرتعبا من الموت ومن لقاء الله، وترك أتباعه كذلك. ركز عينك أخويا وأختي النهاردة، الخلاص يعطي حياة هنا وفي الأبدية. محمد لم يستطيع أن يقدم ذلك لأتباعه. خليني أشوف الآية اللي بعد كده. مين اللي يقدر يخلصنا أيضا إلى التمام؟ الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فينا. المسيح الحي هو سبب خلاصنا. خليني أشوف الآية اللي بعدها. سبب إن المسيح، إنك تبقى عارف إن المسيح حي، كان سبب رجاء خاص ليا. أيوب في عز ألامه قال: أما أنا فقد علمت أن ولي حي والآخر على الأرض يقوم. هو وحده الحي الذي يقوم على الأرض. الرب من زمان وهو بيقول للشعب: أنا المخلص وليس غيري، أنا الرب إلهك من أرض مصر، وإلها سواي لست تعرف ولا مخلص غيري. من قبل مجيء المسيح والله يرينا أن القادم هو الله، وأنه سبب خلاصنا ورجعنا. اقبلوا اليوم لتتغير حياتك، تغيير حقيقي جذري قلبي فعلي يغيرك ويغير من حولك. كل سنة وانتم طيبين، وأصلي أنه يكون النهاردة كلمة الله الموجهة لكم وصلت لقلب كل واحد واحدة منكم. اكتبوا لي ورسائل على الفيسبوك والواتساب. وعيد سعيد لكم جميعا، كل سنة وانتم طيبين.